هنتكلم النهاردة يا باشمهندسين عن ديناميكية الحركة، ودي أولى محاضرات منهجنا في Public Works 2. إن شاء الله هتكون امتحاناتنا على آخر شهر 8، فهنحاول إن احنا نضغط الكورس على قد ما نقدر، فتابعوا معانا في المحاضرات إن شاء الله. هتلاقيها نزلت لكم كل يوم خميس بإذن الرحمن. أول حاجة الترين دايناميك أو ديناميكية الحركة، هنتكلم على إن في نوعين من ديناميكية الحركة. في حاجة عندي حاجة اسمها قوة الجر، وفي حاجة عندي اسمها المقاومات اللي بتعترض سير القطارات. المقاومات اللي بتعترض سير القطارات أنا عندي أربع أنواع. عندي مقاومة البدء resistance to start، وعندي resistance to rolling and air مقاومة السير والهواء، وعندي مقاومة الانحدار resistance to gradient، وعندي resistance due to curvature هي مقاومة المنحنيات. هنشوف كل واحد من دول بتتحسب ازاي، وهندي مثال على المسألة بتتحل ازاي. اول حاجة عندي مقاومة البدء، هي ومعناها ايه؟ لما القطر بيقف مدة طويلة فبيؤدي ده الى زيادة كميات الشحوم والزيوت اللي بتبقى موجودة على صندوق المحور في عجل القطار. بتتراوح قيمة المقاومة دي من 12 الى 22 كيلو جرام على الطن تبعا لدرجة حرارة الجو، وبتقل المقاومة دي كتير قوي بمجرد تحرك القطار وزيادة السرعة نتيجة لرفع درجة حرارة الشحوم والزيوت داخل صندوق المحور وعجل القطار. وعادة بتؤخذ مقاومة البدء دي بما يساوي 12.8 كيلو جرام على الطن. عندي أنواع الريزيستنس تيولو رولينج أند إير، ده اللي هو التاني نوع. خلاص اتكلمنا عن مقاومة البدء، يعني لو ما ادانيهاش لو ما ادهاليش في المسألة مقاومة البدء دي أنا باخدها على إنها 12.8 كيلو جرام على الطن. طب أنا على طول بستعملها مقاومة البدء دي؟ لا، يعني أنا هي أكتر بتبقى عرضة إن يعني أنا أستعملها في وقت الشتاء. عشان كده هو تلاقيه دايما بيقول لك في المسألة إيه في وقت الشتاء حصل كذا، أو ما تلاقيه قال لك كده في المسألة يبقى إحنا معناها إن أنا هدخل معايا إيه؟ RS. غير كده أنا مش هدخلها. طيب عندي مقاومة السير والهواء، هي تاني واحدة عبارة عن إيه؟ بسبب الإير، بسبب شفة العجل، بسبب السكة التراك، وبسبب الاحتكاك. تمام، أربع حاجات. الاحتكاك اللي هو بيحصل دوت مقاومة السير والهواء بيحصل ما بين الاحتكاك المتولد ما بين العجل وما بين سطح التراك أو سطح القضيب زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. تمام، وده بيسبب طبعا ريزيستنس في حركة القطار عند الحركة. تمام، اللي هي الايه؟ هذا الاحتكاك. وفي حاجة عندي كمان، انت لما تبقى ماشي مثلا يعني وسط منطقة رملية او على او في القضيب، هتبص تلاقي ان نتيجة لحركة العجل ووزن القطار هتبص تلاقي ان هيحصل هبوط لسكة مباشرة تحت حمل العجل على القضبان. نتيجة لهذا الهبوط بترتفع السكة الى اعلى امام العجل على شكل موجة، بتسبب لي مقاومة اضافية. دي بقى انا بسميها ايه؟ مقاومة السكة. تالت حاجة مقاومة شفة العجل. مقاومة شفة العجل دي بتنتج هذه المقاومة اساسا نتيجة لاحتكاك شفة العجل مع تاج القضيب. بنظر لاتساع السكة اكبر شوية من اتساع العجل، فإن شفة العجل بتتخبط يمينا ويسارا مع تاج الايه؟ مع تاج القضيب. تمام؟ دي اسمها مقاومة شفة
العجل ده، تبص تحت كده والعجل ماشي والقطر ماشي، تبص تلاقيه بيعمل احتكاك او اهتزاز يمينا ويسارا نتيجة لإيه؟ لاتساع السكة اللي هو ده، تلاقيه ان هو بيكون اكبر شوية من اتساع العجل. طيب اخر نوع اللي هو مقاومة الهواء. مقاومة الهواء دي هي بتتناسب طرديا مع السرعة، يعني انت لو انت ماشي في طريق سريع وخرجت ايدك من الشباك بره، هتبص تلاقي ان انت كل ما زودت السرعة تحس تلاقي ان ايدك بتاخد ريزيستنس اكتر لايه؟ للهواء. فهي الهواء ده مقاومة الهواء بتتناسب طرديا مع مربع السرعة ومساحة وشكل مقطع المعرض للهواء. هبص الاقي عندي ايه المعادلة بتاعة مقاومة السير والهواء، المعادلة دي حفظ بستعملها اسمها R rolling plus air هيساوي 2.2 زائد 3 في ال V زائد دلتا V على 100 لكل سكوير، حيث ان ال R rolling plus air هيساوي resistance due to rolling and air، ونخلي بالنا من الوحدات عشان هتحسب عليها كيلوجرام على الطن. هيكون عندي السرعة اللي هي speed of train كيلومتر بير اور، هيكون عندي دلتا V اللي هي speed of wind ب 10 كيلومتر في الساعة. طيب الدلتا V اللي هي 10 كيلومتر في الساعة دي القيمة دي انا هحفظها، لو ما اداليش في المسألة انا هبقى عارف ان الدلتا V ب 10 كيلومتر في الساعة. ممكن طب ممكن اغيرها لي في الامتحان؟ وارد، يقول لك ان الدلتا V او سرعة الويند سرعة الرياح هتساوي 12 كيلومتر في الساعة. مقاومة المنحنيات او resistance due to curvature هي مقاومة إضافية بتنشأ عند مرور القطار على منحنى ويتطلب من القاطرة التغلب عليها حتى نضمن استمرار سير القطار، وبتتوقف مقاومة المنحنيات على نصف قطر المنحنى وهي بتتناسب تناسب عكسي معه، يعني كل ما صغر المنحنى زادت عندي الايه المقاومة. تمام. لما يجي بقى يقول لك اقل نص قطر، تمام، انا بستعمله في جمهورية مصر العربية انا ببقى عارف ان هو 500 متر القيمة دي حبس. ولما اقول لك ان احنا مثلا في الهند او على منطقة جبلية في جبال الهيمالايا مثلا، فانا ببقى عارف ايه ان قيمة الراديوس للمنحنى بتساوي كام؟ 300 متر. تمام، لازم القياده ابقى عارفها. وطبعا بيقول لك في السرعات العاليه يجب زياده هذه القيم، لكن انا لازم ابقى عارف الايه ال 500 وال 300. تمام، 500 بتاعه مصر و 300 للايه المناطق الجبليه. جميل. طيب مقاومه المنحنيات بقى، مقاومه المنحنيات انا ممكن استعمل المعادله التاليه لايه لايجاد مقاومه المنحنيات اللي هي ار سي هيساوي 630 على ار. طب ايه الار الريديوس انا لسه كنت مكلمك عنه اهو، يعني لو هو في جمهوريه مصر العربيه هيبقى ايه 500، طب هو لو منطقه جماليه هيبقى ايه 300. طب لو هو ادالي ريديوس في المساله هحط له 500 او 300؟ لا، هديله الايه القيمه اللي انا جايبها في المساله. مقاومة الانحدار، مقاومة الانحدار أنا عندي لو أنا ماشي بالقطر بتاعي في منطقة منحدرة هتبقى قال لك إيه ببساطة شديدة، أنا عندي هنا أدي كتلة أهي كتلة الجسم، وعندي الأر جي اللي هو بيسحب الجسم بتاعي لورا، وأدي الفورس اللي بتسحب الجسم بتاعي لقدام، وأدي الوزن دبليو. طيب قيمة مقاومة الانحدار بتساوي إيه؟ ال ار جي بيساوي جي، يبقى الريزيستنس ديو تو جريدينت مقاومه الانحدار هتساوي الميل، والجي اللي هي قيمه الايه قيمه الميل.
لما الانحدار بيكون عندي 5 في الألف بتكون مقاومة الانحدار عندي هتساوي 5 كيلو جرام على إطار. تمام؟ تمام. طيب يبقى توتال ريزيستنس هيساوي ايه؟ وزن القطار في الار رولينج بلس اير زائد الار سي زائد الار جي. دي المعادله العامه لو ممكن يطلبني في المساله يقول لي اديني مجموع المقاومات. طب وزن القطار انا هجيبه منين؟ ببساطه شديده وزن القطر هو ايه؟ وزن اول عربيه اللي بنسميها احنا البوجي او وزن اللوكوموتيف زائد وزن الريل كارز زائد وزن العربات. تمام؟ وزن العربات دي هجيبها انا منين؟ وزن العربيه الواحده في عددها ببساطه شديده. تمام؟ يبقى عندي وزن العربيه الواحده في عددهم زائد وزن اللوكوموتيف يطلع لي وزن القطار. وهضرب فيه القيم بتاعه الار رولينج بلس اير زائد الار سي زائد الار جي اللي انا قايلهم لك من ايه؟ من المعادلات اللي فاتت. وادي المساله بتاعتنا هيقول لك determine the total resistance على curved railway line نص القطر بتاعه 630 متر او مديك الراديوس اهو وفي ميل 5 في الالف ابجريد. لو انت عارف ان القطار سرعته 80 كم في الساعه والقطر دوت مكون من 10 عربات وزن العربيه الواحده 45 طن ووزن اللوكوموتيف 132 طن. مسألة سهلة جدا. هقول له ان الار رولينج بلس اير هيساوي 2.2 زائد 3 في الفي زائد الدلتا في على ميل كل سكويرد. مديني سرعة القطار اللي هو الفي ب 80 اهي. وادي الدلتا في ب 10 لكل اس سكويرد هيساوي 4.63 كيلو جرام على الطن. طب الار سي؟ الار سي قال لك ان هو 630 على ار. طيب الار مديالي كام في المساله؟ ب 630. طيب يبقى 630 على 630 بكام؟ بواحد كيلوجرام على الطن. وما تنساش الوحدات بتخسروا درجات بسبب الوحدات. تمام؟ وحده الريزيستنس اهي كيلوجرام على الطن. طب والميل ار جي؟ الار جي هيساوي جي هيساوي 5 كيلوجرام على الطن. توتال ريزيستنس هيساوي وزن القطار في الار رولينج بلس اير زائد الار سي زائد الار جي. تمام؟ هتساوي 132 وزن اللوكوموتيف زائد عدد العربات في 10 في وزن العربية الواحدة 45 مضروب في الار رولينج بلس اير اللي هو 4.63 زائد الار سي زائد الار جي هيساوي توتال ريزيستنس 6186.66 كيلو جرام. تمام؟ لو تلاحظ عندي هنا اهوت في الحل ما ضفتش الار اس. طب ليه؟ هو قال لي هنا في المسألة إن أنا في الشتاء. تمام؟ ما قالش. تمام؟ يبقى إيه؟ مفيش داعي إن أنا أحطها. تمام؟ طيب. موضوع برضو مهم هنختم بيه محاضرة النهاردة اسمه حساب مسافة الرباط. مسافة الرباط هي المسافة من لحظة رؤية العائق اللي هي مسافة بيسموها مسافة السايد ديستانس. يعني ايه مسافة السايد ديستانس دي؟ يعني حتى هو كان بيقول لك ايه في جبتها مرة في امتحان الامتحانات قلت له احسب لي مسافة السايد ديستانس. يعني ايه؟ ايه مسافة السايد ديستانس؟ يقول لك المسافة من لحظة رؤية العائق على السكة الحديد تمام؟ والمسافة اللي ايه بتقضيك لحد ما انت توقف القطار بتاعك عشان تتحاشى هذا العائق. فقال لك ان ال هتساوي ال L1 زائد ال L B. ال L1 دي مسافة الاستعداد او يعني اه انت بتستعد اهو انك انت شفت عائق فدي ال1. طب ال L B؟ ال L B دي مسافة الوقوف او ال L breaking. تمام؟ ال L1 ليها طريقة الحساب وال L B ليها طريقة الحساب. هتجمعهم على بعض تطلع ال L حلت المسألة. تمام؟ تعال نشوف كده. مسافة الرباط هي مسافة من لحظة رؤية العائق أو إشارة تحذير حتى الوقوف. فمسافة الرباط دي هتساوي مسافة الاستعداد اللي هي L1 زائد مسافة الفرملة اللي هي ال LB.
طيب ال ال1 هيساوي 0.28 في ال في في ال t. تمام؟ جميل جدا. وال ال هيساوي ال ال1 زائد ال ال بي. ال ال زي ما قلت سعادتك هي الستوبنج سيت ديستنس، هيجيبها لي كده في المدرسه، يقول لي في المساله سوري، هيقول لك احسب لي الستوبنج سيت ديستنس. تمام؟ ويديك شويه معطيات. تمام؟ طيب ال ال1 البرسبشن اند رياكشن ديستنس. طب ال ال بي هي البريكنج ديستنس. طيب ال ال1 هيساوي 0.28 في ال في في ال تي. تمام؟ نبتدي نشوف بقى مع بعض نحسب الكلام ده ازاي. 0.28 ال في في ال تي. ال في الترين فيلوستي دي بتبقى سرعه القطار دي جيفن. تمام؟ هتلاقي 31 كيلومتر في الساعه. ال تي اللي هي رياكشن تايم هيبقى من 2 الى 4 ثواني. زائد البريكنج تايم للوكوموتيف 1.5 ثانيه زائد البريكنج تايم للعربيات. تمام؟ اللي هو هيساوي ايه؟ النمبر اوف كارز على 10، يعني عدد العربيات على 10. طيب هقولها ازاي برضو؟ طيب انا عندي زمن الاستعداد هيساوي زمن رد الفعل اللي هو ده، كتبها لي هنا بالعربي، من 2 ل 3 ثانيه. طيب انا عشان ما نحترش مع بعض يعني اختار 2 ولا 3 ولا حتى 4 يا دكتور؟ تمام؟ هناخدها ايه مع بعض يا اولاد؟ هناخدهم ثانيتين. تمام؟ طيب زمن رد الفعل 2 ثانيه زائد زمن فرمله القطارات اللي هي 1.5 ثانيه اهي، ده رقم ثابت، زائد زمن فرمله العربات اللي هي عدد العربيات على 10، هيطلع لي ال تي. والفي عندي جيفن، بعد كده اضرب في 0.8 طلعت ال ال1. تمام؟ طيب ادي بالنسبه لل1. طب ال ال بي بقى ايه؟ بي قانون كبير شويه، يساوي 4.2 في الدبليو ال زائد الدبليو سي في الفي سكوير ناقص الفي بي لكل سكوير اللي هي سرعه الوقوف او السرعه حتى الوقوف على الاف بي. طيب وزن اللوكوموتيف اللي هو الدبليو ال. تمام؟ والدبليو سي ده وزن الترين كارز اللي هو وزن العربات. الفي ده اللي هو الترين فيلوستي سرعه القطار بكيلومتر في الساعه. وادي الفي بي اللي هو الترين فيلوستي عند الوقوف سرعه القطار بعد الوقوف بعد استخدام الفرامل. تمام؟ وادي الاف بي هيساوي الايه؟ البريكنج فورس على البريكنج فورس او قوه الفرمله. تمام؟ طيب عايز افهم الموضوع ده، تعالوا احل لك مساله سريعه. بيقول لك ان اوبستراكشن ات 800 متر. ايه ده؟ يعني بعد العائق 800 متر فروم اي ترين ويتش سرعته 100 كيلومتر في الساعه وزن لوكوموتيف 120 وفي 8 عربيات وزن العربيه الواحده 50، احسب لي البريكنج فورس نيدد نوت تو ميك ان اكسيدنت. يعني هو عايز مين؟ عايز الاف بي ده اهي. تمام؟ طيب امال ايه اللي هو ال 800 اللي هو مديها لي دي بقى؟ ال 800 دي هي مديك في المساله السايد ديستنس بقى دلوقتي، وطالب منك الايه؟ الاف بي. ال ال هيساوي ال 1 زائد ال ال بي. ال ال 1 هيساوي 0.28 ال في في تي، هيساوي 0.28 في سرعة القطار اللي هي 100 في ال تي. ال تي بتتحسب ازاي؟ من 2 ل 4 هاخدها ب 2 زائد 1.5 زائد 0.8 هيساوي 5.3 ثانية. تمام؟ طيب ال ال 1 هيساوي كام؟ اللي هو 0.28 ال في في تي هيساوي 148.4.8 في 100 فالرقم ده اهو هيطلع 148.4 متر. ادي كده ال1 خلصت منها. طب امال ال بي 4.2 في ال دبليو ال زائد ال دبليو سي. طيب ايه ال دبليو ال؟ انا قايل لك اهو وزن اللوكوموتيف زائد ال دبليو سي اللي هو ايه؟ وزن العربات. ادي وزن اللوكوموتيف زائد وزن العربات. وزن العربات بيساوي ايه؟ ال 8 في 50، هو مش 8 عربات وزن واحده 50، يبقى 8 في 50 بكام؟ ب 400. تمام؟
مضروبه في سرعه القطار اللي هي 100 سكوير ناقص سرعه الوقوف اللي هتبقى كام؟ اكيد بصفر، صح ولا لا؟ طيب عوضت بقى، ادي ال ال اهي ب 800 هتساوي ال ال 1 اللي انا لسه جايبها اهي زائد الترم ده كله عندي موجود ما عدا مين؟ ما عدا الاف بي. هتطلع ب 33517 ونص كيلو جرام. تمام كده يا باشمهندسين؟ تمام. وبكده يبقى احنا خلصنا اول محاضره مع بعض. عايز حضراتكم تبتدوا تشتغلوا عليها. نظام شغلنا مع بعض هيبقى، الحل هيبقى بالانجليزي، والامتحان طبعا هيبقى عليه 60 درجه، والاعمال السنه عندنا هتبقى من 40. فنشد حيلنا لان زي ما انتم شايفين الفيلود كبير قوي على الامتحان. يعني هل هنعمل بقى 100 ترم؟ مش هنعمل، غالبا مش هيبقى فيه 100 طبعا 100 ترم، فهيبقى اللود كله موجود عندك على الامتحان والكويزات اللي حضرتك بتحلها مع باشمهندس محمد قطب. تمام؟ هو اللي هيبقى ماسك معانا السكشن. خلاص ادي كده عرفنا مساله اهي، وفي مساله فاتت اللي هي دي نركز عليهم، ونخلي بالنا لو هو قال لي في الشتاء ان في ار اس عندي بتضاف لمقاومه البدء. تمام؟ هتضاف في المساله. بعض الاحيان انا بقول ان بدل ما يبقى عندي القطر رايح في الاب جريد بقى نازل في الداون جريد، فالاشاره هنا بتختلف، بدل ما بحطها 5 بحطها كام؟ ماينس 5. تمام؟ بعض الحاجات بسيطه، لكن غير كده هو دي مساله سأل كلها سهله ومضمونه في الامتحان. وحضرتك ممكن تذاكر من الفيديو دوت عادي، وقف السلايد و في الفيديو واعمل بوز على الفيديو وابتدي حل المساله، وان شاء الله ما فيهوش اي حاجه هتبقى معقده معانا باذن الله. تمام؟ شكرا لحضرتك.